تابعي واضح. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من جوهرة المتوسط الجزائر، وبالتحديد في مدينة دلس الساحلية. هذه المدينة التي تبعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر. إلى قصبة دلس العريقة التي يعود تاريخها إلى 2000 سنة، دعونا نكتشفها معا. بكري كانوا بزاف هنا عندنا بزاف اللي يخدموا لا شاربونت، يعني يخدموا الفلايك تاع الفلايك تاع الصايد، ولا اللي كانوا بزاف يخدموهم هنا في دلس. الخدمه هذه نخدموها باسكو شغل نحبوها، البليزير تاعنا كي نعودو نخدمو، سورتو لا سكولتور في البوا، النحت على الخشب، حاجة تمثل المدينة وتمثل خدمتنا أو مام طون. المناخ هنا جميل جدا، يقارب البحر، حتى الأمير عبد القادر آنذاك جاء زار هذه المدينة أثناء الحرب التحريرية الجزائرية، وبالتالي جذورنا هي الأرض، جذورنا هي هذه القصبات التي نوعا ما حية، لكن نوعا ما ليس حية بالمعنى الكلمة. معنا أنواع كثيرة من السمك كما راكم تلاحظوا معنا هنا. الناس تقصدنا من كل مكان، تقريبا 48 ولاية أو أكثر، المكان أصبح معروف، كلهم يجوا عندنا على جل على من أجل هذا التخصص هذا اللي عندنا. نحن كنتم معنا في مدينة دلس والقصبة سفلى بالتحديد. إلى أن نلقاكم في مواعيد أخرى، ابقوا أوفياء لوضح. سلام.